إذن اليوم فاتح ماي الطبقة العاملة في العالم تخلد هذا اليوم اللي هذا مكسب ديال الطبقة العاملة وتحقق بالنضالات والتضحيات ديالها ماشي هبة من عند شي جهة. إذن احنا في المغرب كذلك النقابات تخلد هذا اليوم ومن ضمنهم الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي كنقابة قطاعية يعني خارجة في مجموعة من المدن ومجموعة من الجهات مسيرات وقفات تجمعات واللي كنعتبروا على أنه فاتح ماي يأتي في ظروف يعني أقل ما يقال عنها أنها كارثية، ظروف على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وعلى مستوى الحريات العامة والحريات النقابية يعني تزداد تدهورا بفعل يعني السياسات ديال الدولة ولا ديال الباترونة المناوئة للمجال ديال الحريات والمناوئة كذلك لتحسين الأوضاع ديال الموظفين والموظفات والعمال ومن بينهم النساء ورجال التعليم. إذا احنا بالنسبه لنا هذا فاتح ماي كيمر والاخوان ديالنا والاخوات 545 استاذ واستاذه اللي موقفين اكثر من 4 اشهر ولحد الان يعني تم البرمجه ديال المجالس التاديبيه ديال نهار 2 وتم الارجاء ديال اليوم الجمعه. وحنا كنقولوا بانه الحل ماشي هو المجلس التاديبي او التأجيل ديالو بقدر ما أن الحل هو الإلغاء ديال هاد المجالس التأديبية وإلغاء العقوبات ديال التوبيخ وديال الإنذارات وكذلك إرجاع الأساتذة بدون قيد أو شرط للعمل ديالهم. دونك نهار الجمعة كاين المجالس التأديبية غيتعرضوا عليها، دونك النقابات من بينها من النقابة ديالنا غادي نرفضوا أنه توقع أي محضر فيه عقوبة ولو ديال يوم. نعتبر بأن الأساتذة مرسول الحق ديالهم في الإضراب ومارسوا الحق ديالهم في الاحتجاج بشكل مشروع، ما ارتكبوا اخطاء، ما اخلوا بالنظام العام كما يراد ان يقال، وبالتالي ان الاحاله ديالهم التوقيف ديالهم والاحاله ديالهم على المجالس التاديبيه هو يعني قرار يعني غير قانوني وغير مشروع وغير مسؤول ديال الحكومه اللي كتهضر على انها دوله اجتماعيه. في الرهاء الدولة الاجتماعية الفقر يتعمق، الخدمات العمومية تم الإجهاز عليها، ما كاين صحة، ما كاين تعليم، ما كاين سكن، ما كاين المعيشة كذلك ارتفعت يعني الكلفة ديال المعيشة من خلال واحد من الإجراءات يعني ديال الزيادة في المواد الأسعار ديال المواد الاستهلاكية وديال البنزين وديال كل الجوانب ديال الحياة غلات. إذن احنا في هذا الحوار اللي داز الحوار المركزي كنعتبروا النتائج ديالو لا ترقى الى الانتظارات ديال الطبقه العامله عامه وديال الشغيله لا على مستوى المجال ديال التشريع. فهناك يعني هناك استعداد ديال الحكومه والباترونه من اجل الاجهاز على الحق في الاضراب من خلال التكبيل والتضييق ديال الحق في الاضراب. إذن كاين قانون الاضراب ولكن قانون الاضراب غادي تفرض فيه الشروط ديال الباترونه والحكومه يعني التوجهات ديالها والتصورات ديالها، في حين حنا كنطالبوا بانه الحق في الاضراب هو حق دستوري، هو حق خصو يتمارس من طرف يعني الطبقه العامله ومن طرف جميع الشرائح المجتمعيه التي لها الحق في الاضراب واللي كتاثر على المواثيق الدوليه. اذا كذلك على المنظومه ديال التقاعد اللي فيها اللي الان يراد لها ان يتم يعني تحميل النساء ورجال التعليم والموظفين مره اخرى يعني الاعباء ديال هذا التخريب. اذا هذا تخريب يطال سنه ديال التقاعد من خلال التسقيف ديال المعاش، من خلال الزياده في الاقتطاعات، ومن خلال يعني الضعف ديال المعاش والزياده في السن. اذا مره اخرى كنقولوا بانه عيب وعار على هذه الحكومه انها تقصي يعني النساء ورجال التعليم من الزياده في الاجور اللي جات في الحوار المركزي، وقصات نساء ورجال التعليم من الزياده من الصرف يعني للتعويض التكميلي اللي كان التزام فيه في الاتفاق ديال 26 دجنبير 2023، وتم كذلك يعني عدم التزام الحكومه بالاتفاق ديال 10 دجنبير متعلق ب 500 درهم صافيه للمساعدين التربويين، كذلك عدم حل المشكل ديال الاساتذه التعليم الاولي، وعدم حل المشكل ديال الاساتذه المقصيين، وعدم حل المشاكل ديال الاساتذه العرضيين
المدمجين والأسد الخصاص والأسد يعني المدمجين في وزارة التربية الوطنية. إذا بمعنى أن الأوضاع في القطاع ديال التعليم لا زالت يعني مرشحة للمزيد من الاحتقان، على اعتبار أنه عدم التزام الحكومة بالاتفاقات اللي كتكون. ثانيا كاين إصرار ديال الحكومة وديال الباترونة على يعني التقييد ديال الحق في الإضراب وعلى التدمير ديال الصناديق ديال التقاعد والانعكاسات ديال السلبية على يعني المعاشات ديال الموظفين والموظفين. إذا مرة أخرى الجامعة الوطنية تحيي الطبقة العاملة، تحيي الشغيلة التعليمية، تحيي الإعلام يعني الصادق اللي كينقل هموم ديال الطبقة العاملة للرأي العام. إذا معركتنا لا زالت مستمرة والحكومة يجب أن تتحمل مسؤوليتها عوض أن تتهرب، عوض أن يعني أن تهرب للأمام في مواجهة المطالب المتزايدة ديال النساء ورجال التعليم وديال الشغل.